السلام عليكم. يأتي اليوم العالمي للطفولة، ولا يزال حق الطفل اليمني وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفولة مهدوراً ومستلباً تحت التهديد من الحقوق العامة إلى الأسس الضرورية للعيش، ومن بينها حق الحياة بالنسبة للطفل اليمني الذي يعيش تهديداً يومياً. تقارير المنظمة المتعلقة بحالة الطفولة في اليمن تشير إلى أن الطفل اليمني ضحية الأنظمة والحروب والظروف المعيشية القاسية. وكالة رويترز هي الأخرى كشفت عن مسودة مسربة لقائمة سوداء ستصدر عن الأمم المتحدة تحمل المسؤولية لكافة أطراف النزاع اليمني عن التسبب بقتل وتشويه أطفال اليمن وارتكاب انتهاكات بحقهم. ليس القتل هو التهديد الوحيد للأطفال في اليمن، فالجوع والمرض والأوبئة والتسرب من المدارس والحرمان من اللعب كلها أشباح تهدد الأطفال وتحرمهم من ممارسة حياتهم بشكلها البسيط وبأدنى المستويات المطلوبة. فالحرب خلقت فضاء واسعا من الأسئلة المرعبة التي بات أطفال اليمن يسألونها، فالطفل في صنعاء يتساءل عن هل سيموت الليلة أم التي تليها، وبات الطفل في تعز يتساءل هل سيموت بطلقة قناص غادر أم ستبتر يده كجاره الذي كان يلعب معه نتيجة لغم أم سيموت وأهله بقذيفة. والطفل في الحديدة يصرخ هل سأنام جائعا أم سأموت من هذا الوباء أو الآخر. وفي عدن هل سأموت بطلقة غادرة أم جائعا دون أن يعلم عني أحد. أما طفل صعدة فلم يصل صوته أصلا حتى نعلم ما الذي يحدث حوله. مشاهدين الكرام، المساء اليمني يفتح ملف الطفولة المعذبة في اليمن في اليوم العالمي للطفولة. أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أستاذ محمد. وقبل أن نناقش ملف الطفولة في اليمن، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هكذا تقضي الطفولة في اليمن يومها العالمي، عذابات لم تتوقف منذ اجتاحت ميليشيا البلاد تحمل الموتى وتنشر الآلام بالقناصات. دقهم دقهم بالميتات، دقهم بكل أنواع الأسلحة، أحرقوهم. قذائف الميليشيا وألغامها وقناصاتها وكوارثها وصواريخ التحالف أدوات تفتك بالطفولة وتحيلها إلى ركام. غاية حلم طفل في تعز اغتالته قذائف حوثيين وصالح، يتشبث بخيط البقاء على قيد الحياة حتى لفظ أنفاسه ومات. قبر فريد والمئات من رفاقه، وبقيت صرخاتهم تدوي في الأرجاء على مرأى وصمت من العالم. 1746 طفلا قتلوا، ونحو 3000 طفل آخرين أصيبوا بتشوهات جراء الحرب منذ الانقلاب المشؤوم في 21 من سبتمبر 2014 بحسب تقديرات منظمات أممية، فيما قد تكون الأعداد أكثر بكثير من الأرقام المعلنة. أكثر من 10 ملايين طفل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 400,000 طفل معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم، مع احتمال أن يمتد هذا الوضع ليشمل آخرين. بينما تقول منظمة اليونسف للأمومة والطفولة إن 4,500,000 طفل محرومون من التعليم بسبب الحرب التي تعيشها البلاد ونزوح الآلاف من الأسر وتدمير المدارس، بالإضافة إلى تحويل المئات منها إلى معسكرات للقوات المتحاربة ومخازن أسلحة. الألغام التي تفننت الميليشيا في صناعتها على شكل ألعاب هي الأخرى أداة قتل مفضلة لديها، تغري بها الأطفال فتحصد أرواح الكثير منهم. أطفال محرومون من رؤية آبائهم المختطفين خلف القضبان، منعت عنهم الميليشيا حق الزيارة، وآخرون استدرجتهم من مقاعد الدراسة وزجت بهم في جبهات القتال، والبقية يشاركون عائلاتهم الجوع والأوبئة بعد أن صادرت الميليشيا مرتبات آبائهم. إذا أستاذ محمد، يعني لو بدأنا بسؤال إجمالي ونحن نتحدث عن اليوم العالمي للطفولة، يعني بعض الدول العربية يعيش أطفالها أسوأ ظروف حياتهم في هذه الفترة، واليمن إحدى هذه الدول بحسب تقارير منظمات وبحسب ما يحكيه الواقع. لو بدأنا بهذا الحديث عن هذا الواقع الذي يعيشه الطفل اليمني. مساء الخير أخت آسيا لك والمشاهدين الأعزاء. من المؤسف أن نتحدث في اليوم العالمي للطفل في اليمن
في اليوم الذي يحتفل فيه الأطفال حول العالم بهذا اليوم، وتتحدث فيه الحكومات، حكومات العالم والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم عن المستوى الذي وصلت إليه من حماية حقوق الطفل، نتحدث عن الحقوق الأساسية للطفل اليمني، الحقوق هذه التي سحقت، ونتحدث عن الحق في الحياة بدرجة رئيسية. يشير التقرير إلى أرقام مفزعة للقتلى الأطفال الذين سقطوا خلال هذه الحرب منذ انقلاب ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح على الدولة اليمنية، وجر البلاد إلى أتون حرب مدمرة أكلت الأخضر واليابس، وكان الأطفال رأس حربة الضحايا في هذه الحرب. في الحقيقة نتحدث عن الطفل اليمني الذي يتجرع المأساة بسبب ويلات الحرب، فقد كل حقوقه الأساسية، كل حقوقه الأساسية خلال هذه الحرب، بدءا من الحق المقدس وهو الحق في الحياة، مرورا بحق الرعاية الصحية وحق التعليم وحق البيئة الآمنة لأسرية آمنة وحق يعني ومختلف الحقوق، كل الحقوق أهدرت للطفل اليمني، وأصبح يتشبث كما أشير في التقرير إلى خيط رفيع للبقاء على قيد الحياة. الأطفال في اليمن يموتون، الذين لا يموتون في الحرب وبقذائف الميليشيا وصواريخ التحالف للأسف الشديد يموتون بالألغام، والذين ينجون من الألغام يموتون جوعا، والذين ينجون من الجوع فإنهم يموتون بسبب الأوبئة والأمراض المتفشية بسبب الحرب وبسبب غياب الخدمات الأساسية وحرمانهم وحرمان المجتمع بشكل عام من كافة الحقوق. التشريعات الدولية حرصت أشد الحرص على حقوق الطفل، وكان للطفل المعاملة الفضلى في كافة التشريعات والضمانات الأعلى في مستوى التشريعات والحماية، سواء في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الطفل، أو في القانون الدولي الإنساني الذي يمثل قانون الحرب أو المبادئ العامة للحروب والتي تنظم سلوك المتحاربين. وحرص القانون الدولي الإنساني أشد الحرص على تجنيب الأطفال باعتبارهم من الفئات الأشد ضعفاً، حرص على حمايتهم وعلى ضرورة تجنيب الأطفال ويلات الحروب والاقتتال والنزاعات المسلحة. لكن مع ذلك يلاحظ أن الطفل في اليمن، وربما يشاركه أيضا الطفل في دول أخرى عربية للأسف الشديد، أهدرت هذه الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبموجب التشريعات الوطنية. اليمن طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكان هناك منظومة تشريعية جيدة لحماية الطفل، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية أو حمايته أيضا في إجراءات فيما يتعلق بقضايا الأحداث والمحاكم وما أشبه ذلك. لكن عندما أشعل فتيل هذه الحرب في اليمن، يعني السلوك الفاشي الذي مارسته ميليشيات الحوثيين منذ نشأتها في تعاملها مع الطفل ومع المجتمع، اتسعت مساحة هذا السلوك لتشمل كل البلاد اليمنية، كل القرى، أرجاء البلاد، وأصبح الطفل في اليمن الذي كان يعاني منه فقط في صعدة من انتهاكات صارخة لحقوقه، أصبح يعاني من هذه الانتهاكات أيضا الطفل في عدن، وفي بمعنى أنه صار هناك تعميم للانتهاكات الصارخة لحقوق الطفولة. فعلا هناك أطراف أخرى مارست أيضا انتهاكات بحق الطفولة، وهناك قصور كبير من طرف الدولة فيما يتعلق بضمان وحماية هذه الحقوق على صعيد الممارسة والسلوك، ولكن لم يكن بهذا المستوى من الانتهاكات سواء من حيث الكم أو النوع، وأصبح الطفل اليمني الذي كان يعني على الأقل ما قبل هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح في اليمن يقعد في مدارس، في مقاعد الدراسة، يتلقى التعليم، يتلقى الحد المقبول على الأقل من الرعاية الصحية، يخشى عليه من قذائف القصف العشوائي للميليشيات، يخشى عليه أيضا من غارات التحالف للأسف الشديد التي أيضا طالت الكثير من المدنيين،
ويخشى عليه أيضا من الاستغلال واستدراج الطفل اليمني إلى الانضمام في صفوف هذه الميليشيات والزج به في جبهات القتال، يخشى عليه أيضا من الأمراض والأوبئة. أخت آسيا، الآن المجتمعات كلها تفرغت إلى يعني الاهتمام بالطفل والارتقاء به. كيف نستطيع أن نوفر له إلى إبداعاته، تحسين إبداعاته، قدراته، لكن نحن اليمنيون للأسف الشديد أنا أذكر يعني في بداية الحرب كنت أضطر إلى أن أخذ أطفالي من الدور الثالث في المبنى الذي أسكن فيه إلى الدور الأرضي عند أقاربي، يعني هروبا من القذائف ومن الصواريخ. وهكذا أطفال اليمن كلهم وكل الأسر تعيش حالة من الرعب، يعني تخاف على أطفالها من فقدان حياتهم. لم تعد تأمل أكثر من البقاء، إبقاء الأطفال على قيد الحياة. إذن اسمح لنا أستاذ محمد قبل أن نستكمل هذا الحديث أن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير دكتور محمد. يا مساء الخير يا مرحبا. أهلا بك دكتور محمد. يعني في اليوم العالمي للطفولة كيف تنظرون أنتم لواقع الأطفال في اليمن في وزارة حقوق الإنسان؟ في الحقيقة أختي العزيزة دكتور محمد ما زلت معنا؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر، سنعود للتواصل بك دكتور محمد. نعم إذن سنعود للتواصل بوزير حقوق الإنسان. ما زلت معنا دكتور محمد؟ هناك مشكلة، أتمنى إعادة الاتصال بالدكتور. إذن عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني الواضح يعني أن الأطفال في الحرب هم الضحايا الأقرب والضحايا الأسهل بأي حال كان، إن مات والده فهو سيحيا ضحية، إن ماتت الأم فهو سيحيا ضحية، إن تعرض هو أيضا للقتل فهو ضحية أو لأن يكون جريحا معاقا. كل هذه يعني كل ظروف الحرب هي مؤثرة سلبيا بشكل صحيح أو بآخر على هذا الطفل. يعني برأيك ما هو سبب غياب الحماية الكافية للأطفال؟ يعني لن نقول أن الأطفال في اليمن كانوا يحيون حياة من الرفاهية بمكان، كانت هناك مساوئ كثيرة، ولكن بعمل كثير من المنظمات كان هناك سعي لإعطاء الأطفال حقوقهم. في الحرب تتلاشى كل المبادئ الإنسانية، حتى الهامش الذي كان متاحا لجانب الحقوق يتم هدر هذا الهامش. يعني أولا الإشكالية تعود إلى غياب الثقافة الحقوقية لدى المجتمع بحقوق الطفل وبحقوق الطفولة. يعني فعلا في السابق لم يكن الطفل اليمني في مستوى عالي من الرفاهية، ولكن على الأقل كان هناك حد مقبول سواء من التشريعات التي تكفل حقوق الطفل أو أيضا الحد المعقول من الحقوق الأساسية يعني التي يحظى بها المجتمع بشكل عام، رغم وجود أيضا اسمح لي يعني دكتور أستاذ محمد يعني أن أقاطعك، عاد إلينا الوزير وسأستمع الإجابة منك بعده. مرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد. أهلا وسهلا أختي العزيزة، يا مرحبا. معالي الوزير، يعني كنت سألتك في اليوم العالمي للطفولة كيف تنظرون لواقع الأطفال في اليمن؟ أختي العزيزة، كما أشرت سابقا أن واقع الطفولة في اليمن في هذه المرحلة هو واقع مرير للغاية، ذلك أن الطفولة تتعرض لذبح كبير وانتهاك جسيم لحقوقها، خصوصا وأنها تشكل مستقبل اليمن أو جزء كبير من المستقبل القادم. نعم. إذا وجدنا الأرقام سنجدها أنها مفزعة للغاية، وتعتبر هي الأعلى على مستوى العالم. نحن نتحدث عن أكثر من 1100 قتيل من الأطفال منذ بدء الحرب، نحن نتحدث عن أكثر من 3300 جريح، نحن نتحدث عن حوالي 500 طفل معاق بسبب الألغام. وهناك تقديرات لوزارة حقوق الإنسان تشير إلى أن هناك 20,000 مجند من الأطفال في صفوف الميليشيات، فهو واقع مظلم للغاية. تتحمل الميليشيات بدرجة رئيسية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجريمة الشنيعة.
نعم، إذن ملف الطفولة في اليمن من الواضح أنه من الملفات المهمة على الصعيد الدولي دكتور محمد، وربما يعني الضجيج الذي يثار حول واقع الأطفال في اليمن جعل الأطراف الأخرى ربما تتخذ احتياطات عجيبة إن صح لي تسميتها. نستعرض معك دكتور محمد، لا أدري هل يعني ربما لا تستطيع مشاهدة ولكني سأقرأها عليك، إحدى الوثائق التي يعني ربما تتحدث عن كيفية يتصرف هؤلاء الميليشيا تحديدا مع الأطفال. الوثيقة الآن يعني يتحدث الإخوة مؤسسة الشهيد المحترمون تحية طيبة وبعد، بحسب توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية يمنع طباعة صور الشهداء التي تقل أعمارهم عن 15 عاما. محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، برأيك الدكتور محمد يعني ما الذي تشير إليه هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة تمثل إدانة واضحة وأكيدة للجريمة التي ترتكبها الميليشيات ومحاولتها إخفائها من خلال هذه الوثيقة، بحيث لا ترفع صور الشهداء أو الأطفال الذين قتلوا في حروبهم العبثية ما دون 14 سنة. أيضا هناك تصريح شهير لوزير الشباب والرياضة الذي طالب بإغلاق المدارس وتحويل كافة الأطفال إلى المدارس وإلى الجبهات. كل هذه الشواهد والأدلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الميليشيات ترتكب جرما كبيرا جدا في حق الطفولة في اليمن، وستتحمل عاجلا أم آجلا كل التبعات القانونية لهذه الجريمة. نحن نحمل بشكل شخصي عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، المقلوع علي عبد الله صالح، يعني آثار هذه الجريمة وما اقترفت أيديهم في حق الطفولة في اليمن. نعم، ما مدى تأثير مثل هذه التوجهات دكتور محمد؟ ربما يعني نحن نتعامل مع ميليشيا لا تستوعب مدى يعني الفترة الحساسة للأطفال ومدى الحماية التي يجب أن يتلقونها، ولكن بالعكس تتعامل معهم كيافع يعني بالغين وراشدين وأزج بهم إلى أتون حرب ربما هي يعني من لا منطق استيعاب مثل هذا الأمر. ما مدى تأثيره على الفئة المستضعفة من الأطفال؟ تعلمين أختي العزيزة أنهم كانوا يفتخرون بمقتل الأطفال ويتم عمل صور كبيرة لهم، وأعتقد أن التحرك الدولي الذي قامت به وزارة حقوق الإنسان ومعها كثير من المنظمات الوطنية منظمات المجتمع المدني قد أعطى إحدى ثماره، وجعل هذه الجماعة تراجع حساباتها وتحاول إخفاء آثار جريمتها البشعة التي لا يستطيعون إخفائها بهذه الطريقة البدائية الفجة. وأعتقد أن مساءلة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الدولي حينما وصلت لها هذه الصورة الحقيقية للجريمة التي ترتكب في حق الطفولة في اليمن جعلتهم يعيدون حساباتهم ويحاولون إخفاء هذه الجريمة، وبالتالي أثر أعتقد التحرك الدولي كان له أثر إيجابي في ردع هذه الميليشيات، وتحاول خلسة إخفاء يعني جرمها الشنيع. نعم، إذا لو تحدثنا عن هذا التحرك الدولي دكتور محمد، ما الذي قدمتموه للأطفال الجرحى، للأطفال المصابون الذين يعني يعيشون بأطراف ناقصة، كل هذه يعني كيف يتم معالجتها؟ نعلم أن ربما يعني هناك من يتحدث أن كل المعالجات ربما تأتي بعد الحرب، ولكن الحرب طال أمدها والأطفال يعني من سيء إلى أسوأ للأسف الشديد. طبعا بالنسبة للأطفال المعاقون أو الذين يتم أسرهم في جبهات القتال، يتم الآن وضعهم في أماكن احتجاز يعني لا يختلطون فيها مع كبار السن، وهناك يعني مشروع نضع اللمسات الأخيرة له في وزارة حقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع الأخوة في مركز ملك سلمان لإنشاء مركز ثلاثة مراكز، مركز رئيسي في عدن ومركز في ماري ومركز في المخا لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، وكل الجهود حتى الآن في تقديري لا زالت قاصرة عن حمل تبعات هذا الملف الكبير التي تتحمله معنا منظمة اليونيسف المعنية بالأطفال والطفولة على مستوى العالم، والتي تتلقى الكثير من الهبات والدعم الدولي.
لكننا بشكل عام نحاول أولا كشف بالأرقام وبالرصد والتوثيق لهذه الجريمة حتى يتم مساءلة ومحاكمة كل المجرمين الذين شاركوا فيها. وأما آثارها فنحن في الحكومة نبذل ما نستطيعه من خلال وزارة الصحة، من خلال معالجة الجرحى، ومن خلال إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادتهم للمجتمع كمواطنين صالحين. نعم، إذا أود أن أسألك أخيرا دكتور محمد، يعني عن أيضا قصف التحالف الذي في الآونة الأخيرة ربما أصبحت أغلب الضربات يعني لا توجه إلى المدنيين، ما يحدث في صعدة، في صنعاء، أيضا في تعز، يذهب ضحية هذا القصف المدنيين، وبالتالي هناك انعكاس سيء على الأطفال الذين يفقدون ذويهم أو على الأطفال أيضا الذين نفقدهم في هذا القصف أو الذين تشوههم الحروب. ما الذي يمكن اتخاذه في مثل هذه الحالات لعدم يعني على الأقل يعني تزايد الضربات الخاطئة التي تودي بحياة المدنيين وبالتالي ينعكس الأمر سلبا على هؤلاء الأطفال؟ في الحقيقة هناك عدة خطوات يعني نحن نقوم بها. أولا يعني لا شك أن أي حرب لها آثار وآثار كبيرة جدا ويروح يعني فيها ضحايا كثر، وخصوصا الضحايا الأكثر هم من الأطفال. الأمر الثاني أننا بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان حينما يتم وصول معلومات أكيدة عن حصول ضربة طيران خاطئة أو هكذا ضربات، يتم إحالة الملف كل المعلومات الواردة إلينا إلى اللجنة الوطنية للتحقيق لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي بدورها تقوم بعملية التحقيق ورصد وجمع الأدلة والقرائن والوصول إلى الحقيقة كاملة من أجل تقديمها إلى المحاكمة والحصول على التعويض العادل. نعم. الأمر الثالث نحن بنعمل كما أسلف في موضوع إعادة تأهيلهم من جديد، وكل هذه الأشياء أيضا نحن في وزارة حقوق الإنسان ممثلين الحكومة اليمنية جزء من فريق قانوني معني بالأطفال يعني على مستوى التحالف، يتم مراجعة قواعد الاشتباك باستمرار، ويتم يعني مراجعة كافة القضايا والضربات الخاطئة من أجل عدم حصول في المستقبل المزيد منها. لكن بشكل عام لا يمكن منع هذه الضربات، خصوصا أن الميليشيات تنتشر في كل أرجاء البلاد وتتخبى وتتخفى وسط المدنيين والذين من ضمنهم بكل تأكيد الأطفال. إذن يفترض ألا يكون هناك ضربات يعني حتى لا نفقد الكثير من المدنيين، يعني يجب أن توجه للأماكن العسكرية، يعني هذا رأيي الشخصي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ محمد، كنا نتحدث حول يعني سبب غياب الحماية الكافية للأطفال خاصة في فترة الحروب. يعني أولا كنت أشير إلى أنه في اليمن كان هناك منظومة تشريعية جيدة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام، ولكن كانت الإشكالية أولا في هشاشة مؤسسات الدولة وعدم قدرة هذه المؤسسات على إنفاذ القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان ويعني إثلات المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب. ميليشيات الحوثيين منذ نشأتها كنت أشير إلى أنها مارست انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفقط كل ما في الأمر أنه اتسعت مساحة هذه الانتهاكات لتطال مدنا وقرى أخرى في مختلف أرجاء اليمن. التغاضي عن سلوك الميليشيات الفاشي منذ نشأتها وجرائمها المتوالية وجولات الحروب التي خاضتها، حروب التمرد ضد الدولة والحرب التي شنتها في مناطق في حجة قبل أحداث الانقلاب في 21 من سبتمبر 2014، وأيضا أحداث العدوان الذي شنته على منطقة دماج في صعدة كما نتذكر، كان هناك ضحايا من الأطفال،
ولكن للأسف الشديد كان هناك أيضا تغاضي سواء من قبل السلطات المؤسسات الرسمية في الدولة المعنية بحقوق الإنسان أو حقوق الطفولة أو المنظمات الدولية بشكل عام، وكان هناك واضح غض الطرف عن هذه الممارسات. كانت صرخات الأطفال في دمايك تتعالى ولكن لا أحد يسمع. كان هناك حصار شديد خانق فرضته الميليشيا على أهالي دمايك، وكان هناك ضحايا من الأطفال سواء في القنص المباشر للأطفال، وكانت هناك حالات لقنص لأطفال أثناء اللعب أو حرمانهم من الرضع من الأدوية، وبالتالي وفاة بعض الأطفال بسبب الجفاف وما أشبه ذلك. إذن كان هناك سلوك فاشي وانتهاكات صارخة لحقوق الطفولة من طرف الميليشيات الحوثية منذ وقت مبكر، ولكن للأسف الشديد بسبب سياسة التدليل التي حظيت بها جماعة الحوثيين منذ وقت مبكر ربما لحساب بعض القوى الدولية، هذه السياسة أثمرت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ووفرت بيئة أو مناخ مناسب للإفلات من العقاب، وبالتالي استمرت هذه الميليشيات في سلوكها ويعني تشجعت أكثر لارتكاب المزيد من انتهاكات في حقوق أو في حق الطفولة، وشاهدنا جرائم مروعة دون أن يرف لهذه الميليشيات جفن. شاهدنا قصف عشوائي للأسواق وللمدارس، شاهدنا أيضا قنص مباشر للأطفال. قبل أيام كنا نتحدث عن طفل معاق استهدفته قناصة الحوثيين في تعز وهو مقعد على كرسي. يعني هناك جرائم مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثيين في حق الطفولة وفي حقوق الإنسان بشكل عام، ولكن للأسف الشديد نتذكر دائما أن هذا التوحش في الانتهاكات هو جزء أو نتيجة مباشرة لسياسة التدليل التي حظيت بها ميليشيات الحوثيين والتغاضي عن جرائمها منذ البداية والقبول بها كطرف سياسي رغم هذا السلوك العنيف تجاه المجتمع وتجاه حقوق الإنسان بشكل عام. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ محمد أنت أستاذ المشاهدين للذهاب إلى هذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني إذا ما تطرقنا لواقع الأطفال والبداية من ضحايا القصف من قبل ميليشيا الانقلاب في الأرض وأيضا من القصف الجوي للتحالف، لما لا يوجد رادع للحد من قتل الأطفال؟ يعني ربما أنا سألت الدكتور محمد عسكر وكانت إجابته بأن لا نستطيع منع هذه الضربات لأنهم يختبئون الميليشيا في صفوف المدنيين، وهذا هو تبرير ميليشيا الانقلاب أيضا حين تتحدث عن القصف في تعز أن هناك مقاومة في صفوف المدنيين. هل يعني في القوانين الدولية وفي قانون الحرب يجيز للطرف الآخر أن يضرب مدنيين بحجة وجود عسكريين فيها؟ لا يوجد في قواعد الاشتباك أو مبادئ التوجيهية القانون الدولي الإنساني التي تنظم سلوك الأطراف المتنازعة أثناء الحروب ما يبرر استهداف المدنيين بشكل عام أو مصالح التي تمت بصلة إلى حياة المدنيين. هذه أعيان مدنية لا يجوز استهدافها بحسب القانون الدولي الإنساني. الأطفال أيضا علم أن حتى لو علم أن هناك هدف عسكري لا
لا يجوز استهداف أعيان مدنية أو أشخاص أو حتى هدف عسكري يحتمل أن يكون أن يسفر استهدافه عن سقوط أيضا ضحايا مدنيين. وهناك أعتقد أن لدى التحالف تحديدا يعني قدرات يعني عسكرية يمكنه من خلالها أن يعرف مدى القيمة العسكرية لهذا الهدف أو ذاك. ولكن للأسف الشديد هناك نوع من التساهل. صحيح كما أشار الدكتور محمد عسكر إلى أنه بطبيعة الحال الحروب لا تسلم من الأخطاء، ولكن اتساع نطاق هذه الأخطاء وتكرارها على هذا النحو يشير إلى أنها سياسة ممنهجة. لكن أيضا هناك سلوك لا يمكن أيضا مقارنة الميليشيا الحوثية بسلوك التحالف. على الأقل التحالف العربي لديه لجنة لتقييم حوادث ويقول بشجاعة في كثير من الأحيان ويعترف بمسؤوليته عن سقوط بعض الاستهداف مدنيين، وإن لم يكن هناك أيضا إجراءات لجبر الضرر، وهذا لا يعفيه أيضا من مسؤوليته إزاء هذه الوقائع كجرائم انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ولكن أتحدث من حيث السلوك وطريقة التفكير والفروقات بين القصف الممنهج والعشوائي للميليشيا الحوثية، بل حتى تعمل وجود الألعاب، نعم، استهداف بشكل ينم عن ثقافة متجذرة للاستهتار بحياة الآدميين وثقافة كراهية للمجتمع وللحق في الحياة. إذا كانت هذه الميليشيات ترفع شعار الموت وتنشره في كل المناطق التي وصلت إليها بقوة السلاح وبالعنف، وتحاول فرض ثقافتها بالعنف وبقوة السلاح، بالتالي فأعتقد أن الاستهتار بالحق في الحياة بالنسبة للأطفال أو المدنيين بشكل عام هو جزء من ثقافة هذه الميليشيا، وهي في الحقيقة تستند أيضا إلى موروث تاريخي مثقل بجرائم الإمامة بحق المجتمع اليمني وبحق المدنيين. لنا أن نلاحظ أيضا كيف أن هذه الميليشيا تسعى إلى تجنيد أو تعمل جاهدة على استقطاب أكبر قدر ممكن من الأطفال للانضمام إلى صفوفها، باعتبار أولا أن هؤلاء الأطفال أسهل لعملية غسل أدمغتهم وتعبئتهم بثقافة الموت والكراهية والأحقاد تجاه المجتمع. وشاهدنا كيف أن هناك بعض الأطفال عادوا إلى أسرهم وبعضهم قتل أباه أو شق رأسه، وهناك حالات كثيرة وثقتها المنظمات الحقوقية بسبب هذه التعبئة على الكراهية والعنف التي تمارسها الميليشيات بحق الأطفال الذين تستقطبهم إلى صفوفها. أيضا تعمد إلى تجنيد هؤلاء الأطفال وإنشاء معسكرات تدريب، وبالتالي هذه المعسكرات تكون في الغالب أطفال، يعني تضم مئات الأطفال، وتستهدف بغارات التحالف في بعض الأحيان، ثم تذهب هذه الميليشيا إلى التصوير وإظهار أنهم يعني وهناك مهتمون بهؤلاء الأطفال، نعم، أنهم أطفال وكذا. هي فقط تحاول استثمار أخطاء التحالف أو جرائم استهداف المدنيين والأطفال التي لا شك أنها جرائم بالنسبة لغارات التحالف، وتحاول استثمارها إعلاميا وسياسيا لتسويق نفسها أو محاولة المقايضة على حصول المكاسب السياسية. اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا السيد محمد عبد الله الجميع، رئيس وزراء حكومة الأطفال من الرياض. مساء الخير دكتور أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة برجيس على ضيافتنا اليوم في الكيان الصدق اليمني عبر قناة برجيس، ونحن كحكم الأطفال نسألك حقيقة حقوق الطفل اليمني. نعم محمد، بداية يعني أود أن أسألك يعني عن ما الذي قدمته حكومة الأطفال لأطفال اليمن؟ نحن حاليا نسعى لتحقيق الأطفال، نحن حاليا الحكومة بدأت من الصفر، نحن حاليا بدينا خطوة مستقبلية لكي يعني ندافع عن الطفل اليمني الذي ندافع عن ضمن قبل الحوثيين، حيث أن الطفل اليمني الحوثي يختفي من ملابسهم ومن درسهم ويلجأ بالحروب، وهذا مشكلة كبيرة، حيث أن الأطفال اليمن يشكلون أكبر شريحة في المجتمع اليمني، وحيث أن الحوثيين جمدوا أكثر من 60,000 مع جملة الطفل لما جاوز عمره الرفع العامل محافظة ضمار. الحوثيين يستغلون الأطفال بشكل كبير، وأن الأطفال في المقدمات في الجبهات.
نعم محمد، يعني برأيك ما هي أبرز المخاطر التي تعاني منها الطفولة في اليمن؟ أنا الطفل اليمني أكثر المخاطر اللي يواجهها أنه يخطف أو يجبر على ذهب الجبهة، ويحرم من التعليم، حتى أنها كما صرح وزير الشباب والرياضة للفتيين أنها الأطفال لو ظل أن يذهبوا إلى الجبهات يبتاع أظلم التعليم، ولا هذا غلط كبير جدا، حيث أن الأطفال صلاح العلم وكيف يريد أن ينهض بدولة نعم وغير الحظ. نعم، هل يعني استطعتم أن توصلوا صوتكم للعالم محمد؟ احنا حاليا نتواصل مع الكثير من الوزراء وكثير من قيادات الشرعيه، واحنا حاليا بدينا في تصل الطفل اليمني، حتى احنا ميكروفون الطفل اليمني، لان الطفل اليمني يعاني ان يصل صوته للعالم، لكن اليوم المأساة تصل. نعم، هل تتلقون دعم جيد لهذه الاعمال التي تقومون بها؟ حاليا نستقبل الدعم من الوزراء. نعم، حاليا نستقبل الدعم المعنوي فقط لا غير. نعم، اذا يعني برايك يعني كيف يمكن ان تقدموا حمايه للطفوله او افكار لحمايه الاطفال في اليمن، او على الاقل استمرارهم بالتعليم؟ اي يعني هل لديكم زاويه معينه تهتمون بها؟ نحن حاليا نقوم على مشاريع مستقبليه. نعم. ومشاريع مستقبليه لتوعيه الاهل والاطفال على عدم اتباع الحوثيين، لان الحوثيين فقط يريدون العنف، ويريدون ان يضعوا العنف في الطفل حتى ان الطفل يكبر والعنف داخله، وهذا يعني نريد احنا كاطفال ان نكون ان المستقبل ان مستقبلنا يكون بالعنف، نحن نريد السلام، نريد ان وطننا يعيش حياه كريمه، ولكن نريد الطفل اليمني يعيش كباقي اطفال العالم بسلام وحرية، وحتى الطفل حاليا يخاف ان يذهب المدارس، يخاف ان يذهب للحدائق. نعم، اذا شكرا. تفضل. انا جلاس الحوثيين في الهواء يطلق عليهم ويقتل، وهو لا يعرف متى يقتل، في بيته، في الشارع، يخطف، يعني يضرب. نعم، اذا شكرا جزيلا لك محمد عبد الله جميع، رئيس وزراء حكومه الأطفال، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، مثل هذه التحركات يعني يقوم بها أطفال، هل برأيك يعني يمكن إيصال صوت أطفال اليمن للعالم بمثل هذه الجهود؟ شكرا لكم أولا لإشراككم أيضا في لنسمع أصوات حكومة الأطفال في اليمن. يعني في الحقيقة جزء من حقوق الطفل أيضا المشاركة، سواء المشاركة السياسية أو حتى مثل هذه الفعاليات، البرلمان الأطفال مثلا أو الحكومة الأطفال أو غيرها، هذا يؤهل جيل قادم ليتحمل مسؤوليته تجاه بلده وتجاه المجتمع، ويتمرن أيضا حتى على العمل السياسي وعلى الرأي العام، وبالتالي الإنصات إلى الأطفال والاستماع إلى همومهم وإلى تطلعاتهم جزء مهم من التشريعات والحقوق المكفولة بموجب هذه التشريعات. نعم، إذن يعني لا أود أن أفوت الوثيقة التي تم عرضها وسؤالي لك أستاذ محمد، أنت تابعت هذه الوثيقة؟ نعم، ويتم عرضها مرة أخرى. يعني يمنع طباعة صور الشهداء التي تقل أعمارهم عن 15 عام. أنا أول ما قرأت الوثيقة ظننت يعني أنه سيقول يمنع تجنيد الأطفال دون السن القانوني، يمنع، فانتبهتني نوبة يعني ضحك. يعني هل يعقل ذلك؟ يعني عادي يستمروا في الموت ولكن لا تظهروهم طبعا للعالم. أولا ما الوثيقة الرسالة التي يمكن صحيح قراتها؟ أخت آسيا، هذه الوثيقة تكشف بجلاء الصورة الحقيقية للميليشيا دون أي رتوش. يعني هذه هي ميليشيات الحوثيين، هي تحاول تجميل وجهها أمام المنظمات الدولية فقط، هي تحاول إخفاء الوجه القبيح لها من خلال هذا التوجيه أنه يمنع طباعة صور الأطفال، لكن في الحقيقة بالنسبة للأطفال هم رأس مال هذه الميليشيات. 70% من قوام الميليشيا الحوثية هم من الأطفال بحسب تقديرات بعض المنظمات الحقوقية.
تجنيد الأطفال بالنسبة للحوثيين هو يعني سلوك متجذر أيضا في لدى هذه الميليشيات، هي تتخذ الأطفال رهائن، الأطفال هم أسهل انقيادا لهذه الميليشيات من الكبار بعد غسل أدمغتهم، وبالتالي تضمن ولاءهم ويمكنها توظيفهم بالشكل الذي تريد. سمعنا كثيرا شهادات بعض الأطفال الأسرى الذين كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثيين وكيف يتم غسل أدمغتهم بالزوامل والتعبئة الخاطئة. الميليشيات الحوثية في الحقيقة وبالإغراءات المادية فعلا مستغلة أيضا حتى الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة لكثير من الأسر اليمنية، مستغلة أيضا حالة التجهيل التي تعيشها كثير من المناطق خصوصا في الشمال وشمال الشمال من البلاد. هذه الوثيقة هي دليل إدانة واضحة لهذه الميليشيات التي تحاول إخفاء وجهها القبيح يعني فيما يتعلق بتعاملها مع الأطفال. هي فقط ربما طبعا هذا التوجيه لا أستبعد أن يكون ناتج عن ضغوط لبعض المنظمات الدولية ومحاولة يعني التخفيف من هذه الضغوط. الميليشيات الحوثية لا يعنيها شيء ملفات حقوق الإنسان، لا تكترث لشيء اسمه حقوق الإنسان، بل لا يعنيها شيء اسمه الإنسان أو كرامة الإنسان بالنسبة لهذه الميليشيا. يهمها فقط أن تكون سلطة أمر واقع، يهمها الجبايات والإتاوات، يهمها أن تعمل على أكبر قدر ممكن من اضطهاد الشعب اليمني واستعباده، يهمها فقط أن تستمر في السلطة ولو لم يبقى في اليمن إنسان. هذه هي الميليشيا الحوثية وهذه التي يعرفها اليمنيون على وجه الدقة. الأطفال في الحقيقة هم أكبر ضحايا هذه الميليشيات منذ نشأتها. أعود للتذكير فعلا أن الأطفال هم رأس مال هذه الميليشيا، وبالتالي هي لا تريد أن تتوقف عن عمليات التجنيد للأطفال، ولكنها فقط توجه بعدم استخدام صورهم أو طباعتها لأنها تؤخذ عليهم كأدلة ويحرج يتم إحراج السياسيين للجماعة الحوثيين أو المتحدثين باسم الجماعة. إذن برأيك أستاذ محمد، ما هي أهم الإجراءات التي ينبغي القيام بها لتوفير الحد الأدنى من الأمان ولحماية حقوق الطفولة؟ يعني ليس مثل هذه التوجيهات التي ربما يعني هي أشبه بالنكتة، ما الذي يمكن القيام به؟ أولا يجب إنهاء حالة الانتقائية والإزدواجية في سياسة المنظمات الدولية العاملة في اليمن فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان. تتحدث بعض المنظمات الدولية عن الجوانب الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الأطفال في اليمن، فعلا هناك مأساة كبيرة، هناك أكثر من 11 مليون طفل يعانون سوء التغذية، هناك أطفال حرموا من بيئة أسرية آمنة بسبب الحرب، هناك مأساة ومعاناة ممتدة للأطفال في اليمن. ولكن أيضا الكثير من المنظمات الحقوقية تحاول إغفال حقيقة واضحة وساطعة سطوع الشمس، وهو أن الميليشيات الحوثية هي التي جلبت كل هذه المأساة للأطفال في اليمن، وهي التي قادت البلاد إلى الدمار وإلى الهاوية. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف واضح أولا للمنظمات الدولية والحقوقية من الممارسات الإجرامية للميليشيات بحق الطفولة في اليمن. هذه الميليشيات هي فعلا ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة، لكن هذه القائمة أيضا تضم الحكومة الشرعية وتضم التحالف العربي، وهذا يفقد موضوع القائمة السوداء أيضا أهميتها. يجب تجريم قادة هذه الميليشيات بما في ذلك زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي والقادة السياسيين، هؤلاء يجب أن يكونوا في قوائم العار للمنظمات الحقوقية ولوسائل الإعلام، هؤلاء هم أعداء الطفولة في اليمن، يجب أن يوصموا بالعار حتى يتوقفوا عن استهداف الطفولة وعن مصادرة أحلام أجيال المستقبل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي صحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في حلقة جديدة من مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.